بالتأكيد لا، أن المشاكل السياسية أبدا لا تؤثر، فهذه الأخوة لها أساسها وثوابتها. فنحن في كردستان وفي أربيل مقتنعين ومؤمنين بهذه ونحافظ عليه. فالمشاكل السياسية طالما كانت موجودة عبر عشرات السنين السابقة، لكن ليس لها علاقة بالأخوة العربية الكردية وبين مكونات العراقي. لذلك المشاكل السياسية فتشي، وأن الأخوة المتوازعة على المستوى الشعبي، وأيضا سياسة حكومة إقليم كردستان التي تتركز وأساسها هي الأخوة وتقديم الخدمات وتوفير الأمان، فكما كانت أربيل وكردستان بيتا آمنا للكل وستبقى، وبكل تأكيد. ولذلك هذا اللقاء للاطمئنان والتأكيد على أن ليست هناك أي قرار بهذا القبيل، لأن هناك بعض الشائعات غير مسؤولة. وأطمئن أخوتنا من الشيوخ العشائر الموجودين معنا بأن تبقى أربيل بيتهم وأهل أربيل أهلهم.